ولنقاش ملف قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار وتداعياته الاقتصادية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، بعد عام على خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، كيف يمكن تقييم هذا القرار ومدى فعاليته على الواقع الاقتصادي والمعيشي؟ الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي باستشارة وزارة المالية في العام الماضي مثل هكذا يوم في كانون الأول 2020 حقيقة شكل خطرا كبيرا وفادحا ليس فقط على مستوى معيشة الفرد فقط، وإنما أنه أجهض أي شكل من أشكال إمكانيات الإصلاح الاقتصادي للعراق. علما بأن الاقتصاد العراقي يعاني انكماشا بلغ بحدود حوالي 11% خصوصا في العام الماضي، ولذلك نلاحظ أن اعتماد العراق على الإيرادات النفطية أصبح بلدا ريعيا بالنسبة لا تقل عن 95%. لذلك نلاحظ أن هذه الخطوة في تخفيض قيمة الدينار انعكست بشكل سريع ومباشر على معيشة الفرد العراقي الذي أكلت من دخله الفردي بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25% من دخله، وهذا أدى إلى انكماش كبير جدا في الحركة الاقتصادية والتجارية التي تعاني بالأساس من عدم وضوح في الاتجاهات خصوصا في القطاع الخاص الذي يعاني معاناة كبيرة في توفير متطلبات ومستلزمات عمليات الإنتاج بكل أشكاله سواء الصناعي أو الزراعي. دكتور، ما الخيارات التي كانت متاحة لدى الحكومة للإصلاح الاقتصادي وحل الأزمة المالية دون خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي؟ الخيارات الجوهرية والأساسية، هناك ضياع وعمليات هدر وسرقة للمال العام يتمثل بالدرجة الأساسية في أولا أن البضائع الداخلة إلى العراق أكثر من 40 إلى 50% لا يتم استقطاع وجمع ما عليها من ضرائب وجمارك، هذا جانب، بسبب أن القوى السياسية الممثلة في المعابر والحدود والموانئ وغيرها لا تسمح لإجراءات قانونية حقيقية للبضائع الداخلة، خصوصا وأن التجار المرتبطين بالقوى السياسية التي تعمل على هذا الاستثمار لدعم قواها السياسية خصوصا المرتبطة بقوى مسلحة. نعم. إلى أي مدى كانت الحكومة دكتور ملمة بانعكاسات قرار خفض قيمة الدينار العراقي على المجتمع وعلى الاقتصاد؟ الحكومة حقيقة إجراءها هذا ليس صحيحان ولن يعطي الفرصة لوجود حالة من حالات الاستثمار الجديدة واستعادة أكثر من 50,000 مشروع تابع للصناعة لم تتمكن من استعادة عمله بهذه الإجراءات، خصوصا وكلنا ندرك أن بداية عام 2020 انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة في الضرائب وهذه دفعها المواطن، وبنفس الوقت انخفض قيمة الدينار الذي وفر بحدود حوالي 4 مليار دولار للحكومة العراقية لكي تدفع المرتبات، ولذلك نلاحظ هناك فشل في الإدارة المالية حيث وزير المالية التقى بعدد من الصحفيين وأخبرهم بأن موازنة 2022
يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح علو، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.